مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شاركت نجمة سوشيال ميديا نوميديا للزول لقاءها مع معجبيها في إحدى شوارع باريس. نوميديا أخذت معهم صور تذكارية وقدمت لهم مجموعة من النصائح في هذه المقاطع. Je suis seul depuis quand? Tranquille, viens ce soir avoir une visite. J'ai fait tellement de câlins que j'ai plus d'énergie. On dit que l'on gagne l'énergie taille. Et je me sens trop fatiguée. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Je me sens d'ailleurs. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.